حتى يعني بنحترمه في رايه ان هو مش عايز يفسح طبعا التشكيله ولا التكتيك اللي ممكن يلعب بيه او نقاط الضعف في سان فريس هيروشيما. هو طبعا من حقه ان هو يتكلم على شغله هو الفني، انما يعني ما اعتقدش ان الكابتن حسام البدري كان ممكن يتكلم عن نقاط الضعف او يفصح نقاط الضعف اللي موجوده في سان فريتسو هيروشيما وقاعد في مؤتمر صحفي، يعني هيقول للراجل انا هلعب ازاي. بس هو واضح ان هو حاطط تشكيله، وواضح ان هو مظبط امور الفريق والطريقه اللي هيلعب بيها. يعني انا اتصور بنسبه 100% ان النادي الاهلي وكابتن حسام البدري حطوا التشكيل، يعني حط التشكيل وشاف الشغل بتاعه ازاي واتمرن عليه الفتره اللي فاتت، ويعلم جدا مين اللي هيلعب ومين اللي ممكن يكون بديله، وحاطط سيناريو للمباراه، مش سيناريو 1 2 و3 و4. كابتن حسام البدري دلوقتي خد من الخبره من الكياسه في المباريات الدوليه انه يقدر يتعامل معاه بشكل كويس جدا، وانا عجبني اسلوبه وعجبني حواره وعجبني هدوءه وعجبني تعامله كمان في المؤتمر الصحفي. هو اتكلم في جزئيتين، الجزئيه الاولى حته الاعلام المصري. طبعا لو انت رجعت على كل الاعلام اللي موجود دلوقتي اللي فيه انديه بتلعب في كاس العالم للانديه هتلاقيهم كلهم بيساعدوهم واقفين معاهم. احنا لازم نخلق المشاكل لحسام البدري او الكابتن حسام البدري ان هو مش عارف ايه وفارد صرامه وفي مشاكل وانقسامات موجوده في البلد، لعيبه الاهلي منقسمين، مع واحد مع دكتور مرسي والتاني مع حازمون والرابع مع الليبراليين، حاجات غريبه جدا. يعني بيتكلم على كاس عالم انديه المفروض يبقى كاس عالم انديه، دي نقطه كان هو بيتكلم فيها، وكان كنت اتمنى كل الاعلام حريص شويه على الجزئيه ديت. نقطه مهمه جدا يا كابتن تامر في مباراه بكره، ولازم نسال الزميل المهم عبد الهادي، هل في امطار ام لا ضد النادي الاهلي؟ ده رقم واحد. لان لعيبه النادي الاهلي الاماميين عندهم المهاره العاليه، وده كان ينطبق على مباراه الترجي نفس الموضوع. عندهم المهاره العاليه جدا في عمليه التحكم والاستحواذ، وده مطلوب بكره، تحكم من الخماس الامامي في شكل واداء المباراه، والتحكم والاستحواذ في الكوره بنسبه كبيره جدا للوقت. ده لو الجو فيه مطر تبقى صعبه جدا على النادي الاهلي انه يقدر يتحرك فيها وتدي فرصه اكتر، لان لعيبه سان فريتسو هيروشيما عندهم خبره اعلى في اللعب على الامطار. صحيح. دي جزئيه مهمه جدا، ويمكن المباراه بتاعت اوكلاند انا في رايي ادت عامل خبره وثقه لهيروشيما ممتازه جدا. اكيد. يعني لو كان هيلعب النادي الاهلي في اول مباراه في كاس عالم الانديه كنت اعتقد ان كان الامور ممكن تختلف تماما، النادي الاهلي يحقق النتيجه بنسبه 70%. بس المباراه دي خبره عاليه جدا. قبل ما اروح لاحمد فتحي، هو قال اللعب في البرودة الجو افضل بكتير ان هو يلعب في الحر، يعني الطاقه بتبقى طاقه. يعني بالظبط، لو بتلعب حر هتبقى طبعا ما عندكش قدره ان انت تبدا 90 دقيقه، انما البرد عامه بيخليك تجري اكتر وتتحرك اكتر، ما يخليكش تقف في مكان، بتتحرك في كل مكان في الملعب. نعم. في جزئيه بس عاوز ارجع للعباد بسرعه قبل ما نطلع للتقرير بتاع احمد فتحي، لان دي مهمه جدا بالنسبه لسان فريتسو هيروشيما، مهمه جدا. نعم. لو نرجع بس للايباد دي هنعمل، بص يا كابتن، دول في الحاله الدفاعيه. لان هم لما بيتقدموا في معظم المباريات اللي بيتقدموا فيها لعبوا 5-4-1. مين الاثنين بقى اللي بيرجعوا؟ شيموزو وميكيتش وميزوموتو. شيموزو اللي هو ميزوموتو رقم 4 بيرجع لتحت، شيموزو لما يكون 27 بيخش في القلب. الثلاثه دول موجودين بتوع خط الدفاع، ده بتاع وسط الملعب وده بتاع وسط الملعب، بيبقى 5-4-1 بيلعب على الهجمه المرتده لده، بيلعب لده وكمل لدوت، والهجمه المرتده عنده في ظل الضغط على الفرقه الثانيه يبقى في مساحه كبيره جدا، عشان كده